بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس 15. في هذا الدرس بنتكلم عن الأعمدة. أول شيء راح نتكلم عن شلون ننشأ عمود. إذا كان عندنا كلام موجود فممكن نظلل فقرة أو فقرتين أو ثلاث، اللي أنا أبي أحولها إلى أعمدة، وأروح إلى تنسيق أعمدة، وراح اختار عدد الأعمدة اللي انا ابي. ممكن اختار عمودين او اختار ثلاثة، او ممكن اختار عمودين يكون يعني واحد منهم غير حجم الثاني، سواء الصغير اليمين او الصغير على اليسار، لكن عادة نختار مثلا ممكن اثنين واقول له موافق، وبالتالي خلى هذا الشيء على عمودين. ممكن انا اغير في بعض التنسيقات الثانية اللي انا اتحكم في عرض العمود والتباعد بين العمودين، يعني هذا عرض العمود اللي هو بدايته من هني الى هني، ممكن اكبر او اصغر، وكذلك المسافة اللي بين عمودين اللي هي هني. لو صغرت انا المسافة اللي بين العمودين راح نلاحظ ان العرض ايش راح يصير فيه، راح يكبر شوي شوي. لو قلنا له موافق الحين الكلام قرب اكثر من بعض، وبالتالي قل او كبر حجم العمود. لو تراجعنا عن هذا الشيء، لو جيت نلاحظ احنا الحين عندنا ان الفقرة هذه عنوان الفقرة كاهي الكلام تحتها، وبعدين عنوان الفقرة الثانية والكلام اللي وراها موجود على عمود ثاني. فلو حبينا ان نخلي هذه موجودة مع العمود الثاني، ممكن اروح حق ادراج فاصل واروح على فاصل اعمدة، عشان اجبر هذا العنوان انه ينتقل الى عمود جديد. فراح هذا العنوان الى العمود الجديد اللي هو يحتوي على نفس البيانات اللي خاصة في الكوبي رايت مثلا بيج. كذلك انه ممكن احنا يعني نحدد بداية العمود الجديد يدويا اللي هو بالطريقة هذه، مثل ما سوينا. ممكن احنا نشيل الأعمدة. حتى اشيل الأعمدة اروح حق تنسيق واروح حق أعمدة واختار، بدال لا اختار اثنين ولا هذا، اختار شنو واحد واقول له موافق، وبالتالي شال الأعمدة خلاها بالطريقة هذه. احنا يمكن هني لان احنا حطينا فاصل الأعمدة طلع لنا صفحة جديدة. لو نروح نشوف هني في عندنا فاصل الأعمدة، لو مسحنا فاصل الأعمدة راح يطلع الكلام مرة ثانية موجود ورا بعض. لو جينا مرة ثانية سوينا أعمدة حق الفقرتين هذيل، انا ممكن اسوي عمودين بسرعة من هني، طبعا بعد ما اختار عدد الأعمدة اللي ابيها. لكن اذا بسوي تنسيقات اروح الى تنسيق أعمدة، من ضمن الاشياء الموجودة عندي هني عندي خط بيني، يعني افصل بين العمودين بخط بينهم كما يظهر بالمثال الموجود عندنا هني. لو قلت له موافق راح يطلعوا لي عمودين وبينهم خط بيني مثل ما احنا شايفين هني. من المشاكل اللي مرات تطلع لك خاصة اذا كنت تستخدم اللغة العربية مثل ما راح نشوف في المثال هذا، لاحظوا جاي الحين ان انا ممكن اختار الحديث الاول والحديث الثاني، والحديث الاول طبعا موجود قبل الحديث الثاني. لو جيت حق تنسيق وجيت حق اعمدة واخترت هني عمودين واقول له موافق، راح نلاحظ ان الحديث الثاني صار قبل الحديث الاول. الحديث الثاني بدينا فيه لانه من العربي من اليمين، والحديث الاول صار من اليسار. هذه الاشكاليه نحلها بالطريقه التاليه، نروح حق تنسيق أعمدة، وهم حاطين لنا حل. لو اخترنا احنا الاثنين حاطين لنا حل هني نغير اليمين لليسار،
يعني راح يبدل العمود اليمين بالعمود اليسار علشان يكون ترتيبهم صحيح، وهذا نستخدمها فقط للغة العربية، لكن اللغة الإنجليزية ما نستخدم هذا لأنه راح يكون ترتيب صحيح. وراح أقول له موافق، بالتالي جاب لي الحديث الأول والحديث الثاني. إذا لازم إحنا من البداية، خلنا نرجع كما قلنا، لو أنا رحت تنسيق ورحت أعمدة، لما أختار اثنان أختار كذلك معاها شنو؟ اليمين لليسار، واختار كذلك خط بيني بينهم اذا انا ابي خط فاصل بين الاعمدة، وممكن ازيد التباعد اللي بينهم او ممكن انقص التباعد اللي بينهم، وكل ما اغير في هذا راح تغير مباشرة في هناك بشكل عكسي. لو زدت التباعد قل العرض، ولو زدت قللت التباعد راح يزيد عرض الاعمدة اللي موجودة عندي. فأقول له موافق، فطلع لي الأعمدة بالطريقة هذه. طبعا الأعمدة هاي ممكن تستخدم في أشياء كثيرة مثل ما احنا نشوفها في الصحف اليومية، ممكن نشرات، وممكن الأشياء الثانية بروشورات اللي واحد ممكن يسويها. بهذا ننتهي من الدرس 15.